مات رسول الله، قد مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه، وسأقتل من قال أنه قد مات. ثم قال أبي بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإن الله حي لا يموت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أستاذ الوجود ومعلم البشرية سيدنا محمد. أما بعد، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بدأ الوجع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة، فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مرة، فبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه صلى الله عليه وسلم، فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه سبع قرب من الماء حتى يفيق، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، ووالله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. متوحد الله. أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. أيها الناس، أوصيكم بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. أيها الناس، إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى ما بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فانفجر أبو بكر بالبكاء وعلى نحيبيه، فوقف وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله.
فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بكل ما نملك يا رسول الله. وظل يرددها، فنظر الناس إلى أبي بكر كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر، فلم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل أبواب المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. ثم دعا لهم قائلا: أواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، رعاكم الله. أيها الناس، اقرأوا مني السلام وكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى إلى بيته، وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، ولكنه لم يستطع أن يطلبه منه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته تلينه بفمها، ثم ردته للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ثم دخلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت بكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع القيام من شدة مرضه، لأنها كانت كلما دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها بين عينيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها فبكت أكثر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها فضحكت. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت: ماذا قال لك النبي؟ قالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة. فبكيت، فلما وجدني أبكي قال لي: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من عندي في البيت وأدنوا مني يا عائشة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم على صدر زوجته ويرفع يده إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. أقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فعرفت أنه بخير. ثم دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب الراد الغير غضبان. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فثقلت رأس النبي على صدري، وثقلت يد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه قد مات. فما كان مني إلا أن أفتح باب حجرة الذي يطل على الرجال في المسجد. فخرجت على الرجال في المسجد وقلت لهم: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، قد مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان الصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. إن محمدا لم يمت، بل ذهب للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. فكان عزبتهم أبي بكر. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال: وصاحبه، وصاحبه، وخليله، وخليله، ونبيه، ونبيه، وحبيبه، وحبيبه، وصفيه، وصفيه، وصفيه. ثم قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله. ثم قال أبي بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.